اسم اكيد ارتبط مع حضراتكم في الفترة الاخيرة بمستقبل النادي الاهلي، خاصة واحنا بنتكلم على مركز مهم جدا وهو مركز رأس الحربة. في مشكلة في كل اندية مصر تقريبا في مركز رأس الحربة الصريح، ده منعكس على منتخبنا الوطني، ده موجود في النادي الاهلي في ندرة الحقيقة في المهاجمين المصريين اللي على مستوى عالي جدا يرجعوا للاذهان الفترة اللي كان موجود فيها كابتن حسام حسن. احنا معنا اسم من الاسماء الشابة الواعدة بإذن الله اللي هتتألق في الفترة المقبلة، عمرو جمال لاعب النادي الأهلي الصاعد. برحب بك يا عمرو، أهلا وسهلا بك. أنا برحب بك يا أستاذ إبراهيم، وأنا مبسوط جدا إن أنا معاك موجود معاك النهاردة. يعني إحنا اللي مبسوطين أكتر، وإحنا اللي سعداء بوجودك معانا. والحقيقة زي ما كنت بقول في المقدمة، لما بنشوف موهبة يعني بنبقى فرحانين قوي، بنشوف كمان في المركز ده تحديدا عندنا ندرة فيه، ولذلك انت موجود معانا النهاردة علشان خاطر نتكلم على الوجود تواجد في النادي الاهلي في الفترة دي. انت في الفترة اللي فاتت ما شاء الله ظهرت بمستوى طيب، تم الدفع بيك في الفريق الاول ثم في القائمة الافريقية، احرزت هدف من الاهداف الجميلة، فده مستقبل كويس. احنا حابين ان توصل للناس بشكل طيب، لا سيما احنا النادي الاهلي داخل على بطولة مهمة جدا هي كاس العالم للاندية. اتفضل. طبعا انا عارف ان المكان ده مكان صعب قوي في النادي الاهلي بالذات. انت شايف ان كل الفرق اللي في الدوري المصري الفتره اللي فاتت ما بتعتمدش على راس حربه مصري الا فين وفين. كل اللي بيجيب دلوقتي بيجيب فراوده في افريقيا، دايما يقولوا بيدور على فرود افريقيا. كل ما تسمع ان في مدير فني بيدور على الاول في فرود افريقيا، ما اعرفش ممكن يكون ذاكرتي خانتني. لو كل دلوقتي الدوري الممتاز بتلاقي بتواجد في فرود افريقيا بيبقى موجود، فده ممكن يكون كل او زي ما تقول ضيع فرصه ناس كتير بتبقى موجوده في المركز ده. زي كان من فتره برده فكره حراس المرمى اللي كانت بتبقى حراس المرمى الافارقه كانت بتبقى موجوده بشكل مستمر. ولما جينا احنا في مصر قللنا او خلاص لغينا حوار ان يبقى في فراوده، يبقى في ناس حراس مرمى افارقه، لقيت دلوقتي بدا يظهر اسامي كبيره في حراسه المرمى، وبقى عندك ندره وعندك ناس موجوده. والحمد لله ديك شايف يعني المنتخب المصري الحمد لله ما بيشكيش من الحته دي بوجود كابتن شيف اكرامي، وموجود طبعا الشناوي صغير، وموجود كابتن صبحي، طبعا عبد الواحد سيد، في ناس كتير، ومسعد عوض عندنا دلوقتي في النادي الاهلي. فطبعا المكان ده مكان صعب، وفي الفتره اللي فاتت الحمد لله يعني بدانا قدرنا ان يبقى في ناس بتبقى موجوده، وبدات ان الناس يعني الحمد لله ابقى موجود في النادي الاهلي، وبجتهد ان انا ابقى موجود في المكان ده، لان المكان ده مكان صعب، بيبقى فيه اكبر الناس اللي هي بتبقى طبعا متحمله مسؤوليه مكسب الفرقه، ولا دايما تبقى موجوده وبتجتهد ان تبقى تجيب جوان. فالموضوع كان صعب، وانا الحمد لله ببتدي ان انا احط رجلي، وببتدي ان انا اتعلم من الناس اللي موجوده في مكاني، بحيث ان انا في الاخر اطلع بتوليفه كويسه اقدر اوريها للناس. يعني عمرو، الهدف اللي احنا كنا بنعرضه لسه من شويه ليك في غزل المحله هو اللي قدمك للناس، يمكن ده اللي خلى الناس تاخد بالها، لا في مهاجم اهو في النادي الاهلي، حط عينكم عليه. قول لي تفاصيل الهدف ده وفرق معاك ولا لا؟ والله بص، انا في البدايه طبعا بعد ربنا، انا في الفتره اللي فاتت في لما جيت النادي الاهلي كنت شغال بصفه مستمره في ما يعني من الكباتن، من اول ما مسكني كابتن ياسر رضوان، ومسكني كابتن علي ماهر، ومسكني كابتن فتحي مبروك، وكابتن مدحت طه اسماعيل، لغايه ما طلعت الدرجه الاولى. انا كنت بطلع يعني على كله، يعني على فترات، لا كنت بطلع ببقى موجود وبلعب ماتشات وديه، سواء لعبت مع كابتن حسام، ولعبت مع كابتن زيزو، وقعدت مع كابتن ومستر مانويل جوزيه، قعدت معاه سنه كامله لغايه اخر يوم مشيك فيه. كنت موجود مع مستر مانويل جوزيه، بس ما شاركتش في الدوري بصفه رسميه. الاول يعني الفضل بعد ربنا يرجع طبعا للكابتن محمد يوسف، هو اللي اداني، واداني كمان في وقت حرج في الماتش، كان واثق فيا وواثق في امكانياتي، ودي حاجه. وانا نازل انا دايما يعني انا ممكن يكون في صفه فيا ان انا الامر بتحمل مسؤوليه بس بهدوء، يعني ممكن دي حاجه فيا يعني. فنزلت وانا كنت شغال كويس كل فتره، واللي فاتت وكان مع فرقتي في الشباب، كنت ببقى هداف الدوري الخمس سنين الحمد لله لو موجود كنت هداف فرقتي. فانا كان عندي ثقه في ربنا ان حتى لو خدت دقيقه او دقيقتين عارف ان ربنا هيكلل المجهود ده كله في وقت الناس صغير. الناس لاحظت حاجه فيك وهي اللي يمكن شدتهم شويه ليك، هو فكره انه انت مش خايف، انت طبيعتك كده،
هو والله هو بص المكان ده بالذات هو لعيب الكرة لازم يبقى كده، بس بتحمل مسؤولية. حتى الناس الكبيرة لما تيجي تتكلم معاك من 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 الجهاز الفني، حتى كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن يوسف دايما بيقول يعني متع نفسك والعب بثقة بس في إطار المسؤولية. هو دايما النادي الأهلي كده، وده اللي أول ما دخلت النادي الأهلي اتعلمته، وده اللي مشيت عليه الفترة فاتت، وده اللي بدأ يظهر عليا، بدأ الناس تشوفني بدأ يظهر عليا. حتى بعد ماتش ليوبارد الكونغولي كان الماتش مضغوط والأمور كانت صعبة، وأنا كنت نازل كنت أعصاب، كنت متحمل مسؤولية، عارف إن الماتش صعب والأمور كانت صعبة، فأنا كنت هادي من جوايا، بس كان متحمل مسؤولية جدا طبعا. وده الحمد لله اللي قدرني طلعني بشكل كويس في الماتش، فده حاجة أنا اتعلمتها والحمد لله أنا ماشي بيها، وإن شاء الله استمر بيها كتير بإذن الله. عمرو يعني عندك 21 سنة زي ما كنت بتقولي قبل ما نبتدي مع بعض ونتكلم، وانت بقى بتلعب وسط نجوم النادي الاهلي، اللي هو يعني من كام سنة كده كنت انت بتقعد تتفرج يعني منبهر بالناس دي، الانطباع بقى وانت موجود معهم في ارض الملعب هل اختلف ولا لا؟ تحول الاعجاب والاهتمام والمتابعة لانه دولت خلاص اصبحوا زملائك في الفريق، قدرت ان انت تعدي ده بسرعة من غير رهبة، قدروا ان هم يحتووك؟ المشاكل دايما او الكواليس، بلاش مشاكل، الكواليس دايما المتعلقه بالدخول مع فرقه كبيره زي النادي الاهلي. والله انا احكي لك على موقف. انا اول ما جيت النادي الاهلي لعبت اول ماتش لعبت من سعد سمير، فرحان جدا يعني لا من زمان هم متوقعين لي، بس المكان صعب يعني المكان ان انت تلعب في حته راس الحربه في النادي الاهلي. انت دايما الاهلي النادي الاهلي بيبقى مع عنده 7-8 فراوده بيلعب واحد بيلعب اثنين في وفره، فاهم؟ فانت عشان تدخل الامور كانت صعبه وعايزه عايزه معادله صعبه جدا. انا اول ما دخلت النادي الاهلي يعني بالظبط تاني اسبوع كنت في الدرجه الاولى، كان عندي 17 سنه ما شاء الله. تاني اسبوع كنت في الدرجه الاولى، اول كان كابتن علامه يوب وكابتن حسام يعني. مين اللي قدمك اول واحد؟ هو كابتن يوسف اللي جه اتفرج علينا على ماتش، كنا بنلعب ماتش على ما اتذكر يعني المقاولين، وكان كابتن يوسف اللي بيتفرج. والله والله كابتن يوسف كان تالت وهو اللي كان بيتفرج. كان التالت كان التالت يعني كان موجود مانويل جوزيه، كان موجود كابتن يوسف على كل المراحل، وكان موجود كابتن يوسف التالت. اذا هو عنده اقتناع بيك بشكل غير طبيعي من الاول لغايه اخر يوم. كان مثلا كنت مع ماستر مانويل او كنت مع كابتن حسام ما بلعبش، كان دايما انه بيتكلم معايا، ولغايه النهارده حتى انا ما بلعبش وانا معاه، بس انا من جوايا ان انا راضي وعارف ان هيجي وقت وهبقى موجود يعني. كنت بتقولي هقول لك على حاجه وانا اسف. يعني حته اول ما دخلت اول تاني اسبوع كنت في الدرجه الاولى، اول تمرين انا كنت بص على اللعيبه ما كنتش بص على الكوره، دي حاجه طبعا. والله كنت بص على يعني كابتن قال لي ركز، ما خلاص بقى تاني يوم قال لي خلاص انسى انسى اليوم ده. انت عمال ايه بقى اللي هو ايه اللي في دماغك؟ احكي لي، قول لي ايه اللي في دماغك. ايوه انا في دماغي ان انا كنت زمان وانا صغير، انا الموقف ده حصل لي مع مستر مانويل، فدخل بيهزر معايا ان انا قلت لمستر مانويل فبيقول لي يعني دخلت بعد ماتش ودي كنتش مسجل معاه في القائمه الافريقيه، كان هم الفرقه راحت لعب باستاد مالي فما لعبتش ماتش ودي، هو بيلعب الناس اللي هي متقيده في افريقيا يعني. فدخل يهزر معايا يعني بيقول لي انت كنت هايل النهارده فقلت له مش مشكله، ده انا من 5 سنين كنت بتخانق مع والدتي ان انا اتفرج على الماتش عشان ما اذاكرش وانزل من المدرسه الماتش بتاع اليابان اتفرج عليك 9 الصبح اقرب من المدرسه عشان اروح اتفرج على الماتش، تيجي تقول لي ازاي ازعل ازاي يعني. وقعد فرح بالكلام وفرح ان ويعني وقال لي عن موقفه مع الشاب المصري، حتى هو ما بيصعدش ناشئين ليه، وعلى حته ان دايما الشاب المصري لما بيحس بنفسه هو ملهوش دعوه بالناشئ يعني. صحيح. مشكلته مش مع الناشئ المصري، هو مشكلته مع الشاب المصري. دايما بيقول لك الشاب المصري مع الطبيعه، هو لما بيحس طبيعه الشاب المصري لما بيحس بنفسه بيسكن في القمر وبينسى ان هو لسه عايش على الارض. ده كلام مانويل جوزيه. ده من كلام مستر مانويل، عشان كده هو قال لي وما فيش حد كسر لي الموضوع ده غير حسام عاشور من يعني. صحيح. فدي نسبه قليله لانه هو يعتمد، فعشان كده كان دايما يعني ده كان قاله لي بينه وبينه يعني، فانا الكلام ده اثر فيا جدا يعني. عشان كده انا متاكد ان ربنا مهما اداني او ما ادانيش انا راضي الحمد لله باللي انا فيه. ده شيء رائع، القناعه مع سنك الصغير ده حاجه. طبعاً. مين اكتر اصحابك اصدقائك في الفريق؟ والله انا الفرقه كلها، عارف منظومه النادي الاهلي انا ما كنتش متخيل كده والله. انا دلوقتي طبعا انا تعديت اللحظه اللي انت بتقول ان انا ابهاري باللعيبه ودخلت وسط اللعيبه في التمرين، خلاص بدات اشد حيلي ولازم يبقى ليا مكان ولازم ان انا كل ما اطلع يبقى ليا شكل وليا طريقه وليا ستايل معين وليا شخصيه معينه في الملعب، ده كله بدا يتطور
بتطور لغايه اللحظه اللي فاتت، يعني الفترات اللي فاتت الحمد لله قدرت ان انا ادخل جوه اللعيبه، وطول ما انا بقى موجود في الملعب يبقى في ثقه اللعيبه الكبيره ان هي عمر موثوق فيه، ان انت توصل لثقه لعيب كبير دي صعب. انت عندك ثقه واضحه لان انت كمان متحدث شاطر يعني ما شاء الله عليك. يعني هقول لك ملحوظه كده سريعه، انه احيانا بيقعد معايا ضيف و يعني لسه بيظهر للناس للمرات الاولى على الشاشه، يبقى عنده دايما مشاكل في انه جمله قصيره، يعني يقول الجمله ويسكت. انت ما شاء الله عليك واضح انه دي شخصيتك، يعني انا وانا بتكلم معاك انا بشوف الملامح دي وتطابقها مع انك تبقى لعيب في النادي الاهلي ولا لا، ومع نجاحك فما شاء الله عليك انت بكل تاكيد هتنجح. هاخد تليفون واحد من نجوم النادي الاهلي، بس مش عايز اقول اسمه، هو يقول بقى. الو الو يا جماعه، الو الو ابراهيم، الو ايوه ابراهيم فايق. مين معانا؟ سعد سمير. سعد خلاص عرفناك، خلاص عرفناك. قطع الصوت قطع. خد بالك هو ثلاث مرات يدخل على الهواء ويقولوا لي في تليفون ويقطع ثلاث مرات اما يرجع لنا تاني. سعد طبعا من اللعيبه دايما اللي هو اللعيبه اللي بتبقى قريبه من سني او في السن هما اللي بيبقوا مقربين. يلا الو الو سعد. الو طيب واضح انه في مشكله لانه ثلاث او اربع مرات سعد سمير يدخل على الهواء ويخرج، حتى كمان بيرقصنا وهو على الهواء. سعد من الشخصيات اللي يعني بيعرف يقرب قوي من ولاد جيله، وكمان اخذ فرصه واخذ مكانه كويسه في النادي الاهلي، وفكره انه كابتن وائل جمعه مهتم بانه سعد يبقى موجود مكانه في المكان ده اكيد فرقت معاه واكيد نقل لكم الخبره. والله سعد سمير من اكتر الناس اللي هي استحملت في الفتره اللي فاتت، طلع عاره مرتين وبعد عن النادي الاهلي، ولولا اصراره ولولا العزيمه اللي هو كان في دماغه، ولولا ما كانش وصل برده مكانه كان صعب في الفتره اللي فاتت في النادي الاهلي، ووصل النهارده ان هو بيشارك في مباريات اساسيه، ولما بيبقاش موجود ما بيبقاش زعلان، عارف ان في اسمين جامدين بيلعبوا. كابتن وائل جمعه بتاريخه مع النادي الاهلي وبطولاته اسم كبير، وطبعا كابتن محمد نجيب الفتره اللي فاتت اللي هو بالاستمرار، وكابتن شيف عبد الفضيل مكانه مكان تقيل، بس سعد بادائه وبرجولته وبالطريقه اللي هو بدا يلعب فرض نفسه وعمل اسم كويس لنفسه قدام الجمهور النادي الاهلي. سعد ايه رايك في الكلام ده؟ مفيش بعد كده الحقيقه يعني. لا ده عمرو لازم اعصيه كوبايه عصير بعد كده. سعد انا ببارك لكم على بطوله افريقيا، انتوا جيل متميز جدا في النادي الاهلي ونجحتوا في وقت قصير جدا، زي ما كان عمرو بيتكلم بالظبط، اصرارك على ان انت تبقى موجود في الملعب، رحت اعاره مرتين وانت مصر انك تبقى موجود في النادي الاهلي. الجيل ده بعتقد انه جيل واعد جدا للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه. انا عارف ان انت مش واخد على ان انا اتكلم معاك جد على طول من اولها، بس هنتكلم شويه في الموضوع ده في الاول. اتفضل يا سعد. فهخش معاك جد برضه ابراهيم عشان ابقى على مستوى القاعده يعني. طيب ماشي اتفضل. زي ما انت بتقول انا ببارك لك للبرنامج وربنا يوفقك ان شاء الله متالق دايما. اشكرك يا سعد، شكرا جزيلا. والحمد لله ربنا كرمنا الجيل ده كله، سواء اللعيبه الصغيره او اللعيبه الكبيره، بطوله مهمه زي البطوله دي. حتى الظروف كلها كانت مختلفه المره دي، اللعيبه كلها يعني انا وعمرو وتريزيجيه وشهاب وشكري ومانجا ورامي، فمجموعه كتير الصغيره ومعظمها شارك في معظم البطوله. الحمد لله ده نجاح لينا، واللعيبه الكبار طبعا متعودين على الانجازات والبطولات، فقدرنا ان احنا يعني نوفق مع بعض ونكسب بعض. طبعا معانا مدير فني برده شاب وكفء ولسه يعني في عالم التدريب، مدير فني كابتن محمد يوسف، فبرده ربنا كرمه بطوله كبيره زي دي في بدايه حياته. انا شايف ان كرم كبير من ربنا، وربنا واقف جنبنا كلنا. وقبل ما يقف جنبنا ربنا كان يعني الحمد لله الناس دي كان نفسها تفرح، الجمهور الاهلي والناس جمهور مصر عموما، فالحمد لله كان ربنا كرمنا عشان خاطر الناس دي كلها مبسوطه يعني. طيب الحمد لله كون ان المجموعه دي كلها دلوقتي بتاخد الفرصه دي، بعتقد انه ده بيفرق معاكم جدا، يعني احنا بنتكلم على البطوله الافريقيه مع الاعداد والاسماء اللي انت سميتها دي كلها، وما شاء الله كلهم نجوم واعدين جايين في النادي الاهلي، ده راجع لثقه الكابتن محمد يوسف فيكم، ولا راجع لانه مع الاستمراريه انتوا اثبتوا ان انتوا ناجحين واثبتوا ان انتوا لا قد المسؤوليه، اذا كان سعد يبقى موجود مكان الكابتن وائل جمعه ويسد وما شاء الله كمان يبقى موجود بشكل متميز، عمرو بيظهر الحقيقه بشكل رائع مع النادي الاهلي وبيبقى موجود في البطوله الافريقيه، محمود تريزيجيه، الاسماء اللي انت ذكرتها كلها سعد.
والله يا ابراهيم زي ما انت بتقول، هي يعني من فتره النادي الاهلي ما فيش مجموعه كبيره من الناشئين كانوا موجودين بشكل قوي مع الفريق الاول، لكن الفتره اللي فاتت في مش اقل من 8 لعيبه موجودين من ولاد النادي، دي فرقه في حاجات كتير. فجاه فرقه في ولاد النادي ان روحهم على النادي وخوفهم على النادي يبقى اكتر شويه، يعني انتمائهم للنادي بقى اكبر، حته كماديات او كاي نواحي. معظمنا جدد، اللعيبه الصغيره كلها جددت، ما كانش في اي اختلاف في اي حاجه، فده بيبقى فارق طبعا معنويا مع النادي. ثاني حاجه كمستوى فني، يمكن الكابتن حسام صعد مجموعه، الكابتن محمد يوسف اعتمد على المجموعه برده الفتره اللي فاتت، فده راجع لكفاءه اللعيبه دي. يعني اللعيبه دي لو مش لعيبه عندها كفاءه فنيه اكيد مش هتبقى موجوده او مش هتظهر بشكل قوي. يمكن اي لعيب صغير بيلعب، يعني حتى عمرو، انا فاكر ان عمرو ما شاركش كتير لكن لعب شوط في ماتش ليوبار، في ماتش ليوبار كان لعب بثلث ساعه ونص ساعه، كان مؤثر جدا ونزل ونقل الفرقه وعمل في الفرقه قدام في الناحيه الهجوميه. تريزيجيه لما بينزل نفس الكلام، مانجا لما بينزل، رامي، شهاب شكري، فالناس كلها بيبقى لها تواجد، فده بيدل ان شاء الله الفتره الجايه نطمن على الفرقه وعلى مستقبل النادي، واللعيبه دي اللي هتشيل النادي الفتره الجايه ويكون لها اسم كتير ان شاء الله. ان شاء الله. اهم المواقف بقى، خلاص احنا اتكلمنا بجد، المواقف اللي بتحصل مع عمرو دايما وانت بترصدها بطريقتك المعتاده ساعه. والله هي في حاجات تتقال على الهواء وحاجات ما تتقالش يا ابراهيم، يعني لا قول اللي ينفع. يعني في حاجات برصدها ينفع ما ينفعش تتقال. في حاجات تتقال، لا يعني عمرو له معجبات كتير بس على طول انا برصده مع المعجبات يعني. انت بتخلص عليه بدري يعني، الراجل بيقول يا هادي. لا ما هو استقر الفتره اللي فاتت بقى وخطب وكده، فخلاص في استقرار الفتره اللي فاتت. ربنا يا رب. يعني من اللعيبه المميزه، وهو من الفرد اللي كلها دور كبير جدا في النادي، لكن هو عارف هو مطلوب منه ايه وعارف المفروض يعمل ايه عشان يبقى متواجد في الفرقه وبشكل اساسي، واتمنى له التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه وربنا يوفقه. وانا احنا وعمرو عشره من زمان من الناشئين، وكلنا مع بعض من الناشئين، فاحنا معظمنا عارفين امكانيات بعض، فعارفين كل واحد مكانه فين. صحيح. سعد، انت ليه عايز تمشي من النادي الاهلي وقدمت طلب للرحيل؟ قدمت طلب؟ لا ده كلام كبير قوي. طلب فين؟ مفيش طلبات ولا حاجه. ما عملتش كده؟ لا ما قدمتش طلب لا ولا حاجه، بس شفت الكلمه عشان طلعت غلط، اخدت مطب جامد دلوقتي. لا اصل السؤال كان بص صعب، سؤال صعب. حصل مطب عشان السؤال، عشان الكلمه دي ماشي في طريق اصلا. طب قول لي بقى بصراحه، انت عايز تمشي النادي الاهلي ولا لا؟ لا والله ما قدمتش طلب، لكن انا بعد ماتش القطن اتكلمت مع كابتن محمد يوسف ان انا عايز اشارك، بس يعني قلت له يا كابتن لو حضرتك حاسس ان انا بعيد، يعني لو انت حاسس ان انا بعيد او كده، فانا ممكن اشوف اي فرصه. فكابتن يوسف طبعا حتى يومها زعل مني وقال لي ما تقول مش ما ينفعش تتكلم معاك في الموضوع ده تاني. انت من اللعيبه المؤثره واللعيبه المهمه الموجوده عندي، وانا شايف دي وجهه نظري، وفعلا بعدها بمباراه شاركت، ومش عشان اتكلمت معاه، يعني هو كان شايف فنيا ان انا المفروض ابقى موجود وكنت موجود، لكن انا اي حد يا ابراهيم والله نفسه يكمل في النادي الاهلي يكون متواجد. انا عايز اطلب منك ده بشكل شخصي، ما تسيبش النادي الاهلي، لانه انت مستقبلك في النادي الاهلي، وكل الناس بتتكلم على ده، وكل الناس بتحتويك في النادي الاهلي. ممكن شويه يبقى في دلوقتي فرصه مش واضحه شويه للمشاركه، بس باذن الله ده هيحصل، وهتاخد وقتك وهتاخد فرصتك بالشكل اللي يرضيك واللي يرضي طموحك. حافظ على وجودك في النادي الاهلي، لانه دي رغبه ناس كتير جدا من متابعين النادي الاهلي والمهتمين بالنادي الاهلي الحقيقه. سعد، وانا ما اقدرش ارد لك كلمه، اشكرك شكرا جزيلا. ده سعد سمير، لاعب النادي الاهلي ومدافع النادي الاهلي الواعد باذن الله، وبقى له مستقبل كبير جدا مع النادي الاهلي ومع منتخبنا الوطني مع عمرو. عمرو، عايز اسالك على نقطه مهمه. انت لاعب جديد طالع للفريق الاول، المشكلة اللي أثيرت في الفترة الأخيرة مشكلة أحمد عبد الظاهر، أنا مش عايز أدخلك طبعا في تفاصيلها، لأنه أنا بعلم تماما في النادي الأهلي في نظم معينة متعلقة بأن اللاعب مهتم بس بمكانه بوجوده في الملعب، بخلاف كده ما بيتكلمش في حاجة، ومش هسألك على ده، لكن أنا بسألك على نقطة تانية. أنت جيت من الألمونيوم بقالك 5 سنين في النادي الأهلي، وتربيت وسط قطاع الناشئين، يعني نظم والمبادئ اللي دايما بيتم التأكيد عليها من خلال المديرين الفنيين ومن خلال قطاع الناشئين واللي وصل لكم، ايه هي؟ بص، انا من اول ما دخلت النادي الاهلي، انا في بعيد عن الكرة كلمتين يتقالوا لي في النادي الاهلي، طول ما انت موجود في النادي ما تتكلمش وخليك ملتزم
واسمع الكلام يعني اسمع الكلام في 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 اللوائح في الكلام اللي هو ده في اللي بتقال التعليمات اللي هي بتتقال ولازم تتنفذ اعمل كده. الالتزام اللي هو خارج الملعب وبره الملعب تبقى محافظ على نفسك وشكلك حتى لو انت مش لعيب فيرست تيم او لعيب في الدرجه الاولى برضو طول ما انت لعيب في النادي الاهلي تصرفاتك وامورك الشخصيه والاجتماعيه بره النادي بتتحسب عليك عشان انت داخل منظومه كبيره. المنظومه دي هي اللي عملت الشكل ده اللي انت لازم تبقى موجود فيه وتحافظ على كده. ما تتكلمش حكايه ان النادي الاهلي ده زي ما تقول ان النادي الاهلي كله زي ما تقول اسره واحده والكلام. ممكن انا غصب عن ان انا اتكلم معاك بطريقه ممكن حد يوصلها بطريقه تانية. ف دايما النادي الاهلي كل واحد لعيب بيركز في حاله, كل واحد داخل المنظومه بيركز في في, في شغله وفي الحاجات اللي مطلوبه منه عشان كده في تركيز. وتلاقي المنظومه في كل مثلا في قطاع الناشئين في, في الالعاب الثانيه كلها متفوقه عشان كده الامور ماشيه بطريقه كويسه يعني. طيب الفتره اللي جايه فرصك انك تشارك في كاس العالم انديه كبيره جدا لانه الاسماء اللي موجوده في القائمه الافريقيه خاصه احنا بنتكلم على مستوى راسات الحربه قليله, يعني عدد الاسماء اللي موجوده في القائمه انت هو موجود. هو بص انا طبعا يعني ممكن اتكلم مع حضرتك في الموضوع ده ان مثلا ممكن تقول لي ان انا قلت احمد ابزار بعد, لا ده انا احمد ابزار ده انا بقدره جدا وبحترمه جدا وكلاعب وعلى المستوى الشخصي والانساني انا بقدره جدا. هو ياخد حقه في الموضوع ده سواء غلط طبعا دي حاجه ترجع لي والاداره طبعا في العقوبه دي حاجات انا ماليش دعوه بيها وما اعرفش ادخل فيها. بس هو كلاعب انا كنت بتعلم منه في الملعب. وعماد متعب طبعا ده مثل الاعلى ان انا وانا صغير انا بحب عماد متعب وبحب ذكائه جدا فبتعلم منه حاجه. وكمان كابتن جدو كان موجود والسيد حمدي وكان بتعلم يعني باخد من كل حاجه بتعلم. فانا بستنى الفرصه وبجتهد. ودايما كابتن يوسف قال لي كلمه بعد ماتش المحله قال لي لو انت ما كانش طلع عينك في الفتره اللي قبل كده ما كنتش هتنزل في وقت. وبعد برده نفسي برده قعدت بعد الماتش المحله قعدت فتره كبيره ما لعبتش اللي برده كنت بدخل وما بلعبش وكنت بتمرن كويس وهو بيكلمني. فجي بعد ماتش اللي برضه قال لي نفس الكلمه قال شوف انت برضه بتجتهد وممكن تنزل 10 دقايق تعمل اللي ممكن محدش ما يعرفه يعمله فتره كبيره جدا. فده اللي انا ماشي عليه. فرصتي كويسه وانا هبتدي ان انا من والله يعني انا من قبل البطوله بتاعت افريقيا حتى بشتغل حتى مع نفسي بره بزود دايما حته الاهتمام بنفسي. انا بحب ان انا ابقى مهتم بنفسي ومهتم بشغلي والمكان اللي انا بلعب فيه اصل ده اكل عيشي وعايز اعمل اسم كويس وعايز ابقى موجود في النادي الاهلي بصفه مستمره. مش هيكون عليا برده حته ان انا ابقى موجود في التمرين بصفه يعني كويس وخلاص, لا في حاجات عليا ان انا ابقى موجود فيها كالتزامي واكل وشرب ونوم وكل الكلام ده انا مقتنع بيه كويس. مركز في ايه قوي او حاسس ان انت عندك مميزات ايه قوي في في في, في مركزك في مركز الصحراء؟ والله مثلا الناس اللي بتتفرج عليا بتقول مثلا عمرو يعني بيعرف يلعب بدماغه كويس يعني في ال 18 بعرف اتحرك في ال 18 كويس او انا جاي من تحت او اي حد مثلا جاي من تحت ثرو باص انا بعرف اتحرك باخد مكان كويس. ان انا بحب اشتغل على الجون كتير فدي ممكن تكون ميزتي يعني في الفتره الجايه باذن الله يعني. مين اللي طلعك خلاك تظهر بقى على الساحه في النادي الاهلي؟ انا مش يعني من الكباتن اللي هو كان بيقف جنبي هو في كتير من ساعه الالومنيوم من ساعه كابتن صبري. اول ما جيت من الالومنيوم مين اللي استقبلك في النادي الاهلي؟ الكابتن ياسر رضوان. وبعد كده الكابتن ياسر رضوان اول قعدت تيم بالظبط لعبت اول ماتش يعني كان كنت جايب بمبلغ كبير مش متذكر قوي كان مبلغ كان بس على لعيب 17 سنه كان مبلغ كبير يعني متذكر كلمه كابتن احمد ماهر عشان بحب كابتن احمد ماهر قال لي انت جايب فلوس كتير قوي لازم تلعب. اول ماتش ليا دخل كنت بادئ اساسي يعني كنت لسه 3 ايام في النادي الاهلي وبدات يعني. كابتن ياسر رضوان كان لاعب ترسانه في ترسانه وكان كابتن عادل القيه وبشمهندس وكابتن هادي خشب وكابتن عبد الحفيظ كله جاي يتفرج. لسه جاي النادي الاهلي بمبلغ كويس والناس جايه تتفرج عليا. فقال لي مين اللي كان خلص التعاقد او كان بشمهندس عدلي هو كنت انا في منتخب مصر وبلعب في منتخب مصر وانا في الالومنيوم يعني وبشمهندس عدلي كان جاي لي الزمالك وكان جاي لي ام بي وكان جاي لي كذا فرقه. فقال لي انت عايز تيجي فين؟ قال لي كنت عايز اجي قلت له انا نفسي اجي النادي الاهلي. قال لي طب اقفل تليفونك لبعد بكره. قال لي اقفل تليفونك لبعد بكره وهكلمك الساعه 9 الصبح. كلمني الساعه 9 الصبح قال لي تعالى بكره تمضي في النادي الاهلي. خلاص
حصل ليه ما حصلش انا ما عرفتش حصل ما تعرفش اي حاجه ما اعرفش اي حاجه ده اللي حصل دور الكابتن مدحت طه اسماعيل ايه؟ لا الكابتن مدحت طه انا اتصعدت مع اول ما طلعت مع ال 20 سنه وال 21 سنه مع الكابتن فتحي مبروك. يعني الكابتن مدحت كان هو اللي قريب مني يعني دايما كان شايف لما بيلاقيني واقع دايما بيقعد يتكلم معايا دايما بيشتغل على حاجات مثلا اللي انا مثلا قليل فيها فكنت من غير ما اطلب هو بيشتغل معايا فكان دايما بيعلمني في الحته دي ودايما كان بيتكلم حتى لغايه النهارده بيتكلم مع الكابتن يوسف ان انا ابقى موجود وابقى لازم يبقى ليا دور. يعني الكابتن مدحت من اخ اكبر ليا فانا انا بحبه جدا. يعني كابتن مدحت اهلا وسهلا بحضرتك. كابتن مدحت كابتن مدحت طيب واضح انه مش سمعنا هو كان معانا على الهاتف يرجع لنا. انا ما اعرفش النهارده في مشكله ليه في التليفونات. طيب عايز اتنقل لمرحله مهمه جدا فيما يتعلق بقى بالفتره اللي جايه في النادي الاهلي. اشتغل على ايه تحديدا؟ ايه اللي انت بتشوفه ان انت محتاج تزوده عندك مش موجود علشان خاطر تبقى موجود بصفه اساسيه في النادي الاهلي؟ لازم تبقى مميز علشان يبقى ليك مكان في النادي الاهلي. طبعا انت عارف ان المكان ده مكان صعب فانا طبعا حته ناقصني ايه دي حاجات انا بشتغل عليها بشوفها كل فتره وفتره. ممكن تكون انت مركز على حاجه معينه لكن عشان تبقى موجود في فرقه النادي الاهلي وتبقى موجود في مكان النادي الاهلي يبقى لازم يبقى ليك حاجه مميزه جدا والباقي موجود عندك. يعني ممكن حاجه تبقى مثلا 10 من 10 او 9 من 10 تبقى موجوده عندك والباقي يبقى موجود عندك فده اللي انا بشتغل عليه. لو حاجه من الحاجات دي انا ناقصاني طبعا لازم اتعلم من الناس اللي قدامي. اتعلم من كابتن عماد، اتعلم من احمد عبزار، اتعلم من جده، من الناس اللي اشتغلت من دلافيو، الناس اشتغلت قبل كده في الحته دي، كابتن محمد فاروق، الناس اللي عندها كانت حاجات مميزه وكانت بتقدر تفرح النادي. محمد فاروق كان رائد فضاء كان يعني هو أنا فتره كابتن محمد فاروق كان بيلعب بدماغه، كان بيقف الجو يعني كان بيقف فعلا يعني كان عنده تايمينج ان هو بيعرف يستنى وبيقف فوق يعني. فانا بشتغل على الحاجات دي ان انا هفضل اتعلم وانفذ اتعلم وانفذ. طيب انا معايا على التليفون رجع لنا تاني كابتن مدحت طه المدرب العام لشباب النادي الاهلي. برحب بحضرتك يا كابتن، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا مساء الخير عليك وجميعا. مساء النور كابتن. يمكن عمرو كان بيتكلم عنك الحقيقه بود وحب شديد الحقيقه وقال انه بيعتبرك اخ اكبر وبيعتبر دايما وجودك جنبه واصرارك على ان انت تبقى موجود معاه في كل اللحظات وترشده وتقول له لا الافضل في الوقت ده انك تشد نفسك شويه وانك متابعه لحد دلوقتي وهو موجود مع الفريق الاول. بعتقد ده مش هيحصل الا اذا كان عندك ايمان بموهبه عمرو جمال واحساسك انه هيكون مستقبل النادي الاهلي في المركز ده تحديدا. والله طبعا زي ما حضرتك بدات طبعا قلت انا مقتنع جدا بقدرات عمرو من الفراود المميزين جدا، مميزين داخل منطقه الجزاء، من الفراوده اللي نادرا ما تلاقي ان هو بيلعب بدماغه كويس جدا داخل منطقه الجزاء وفي نفس الوقت على الارض كورته كويسه جدا. دايما انت تلاقي الفرود يا اما مميز في ضربات الراس يا اما مميز على الارض. لكن انا اعتقد عمرو بيجمع بين الاثنين ودي طبعا موهبه قليله جدا بنفتقدها في الفراوده اللي موجوده في مصر يعني دلوقتي. فانا اعتقد عمرو لو خد الفرصه هتزيد خبرته طبعا كتير وهيثبت وجوده، وانا اعتقد انه في خلال سنه او السنه اللي جايه باذن الله هيبقى المهاجم الاساسي للنادي الاهلي باذن الله. وبتشوف مكانه بعد قد ايه في منتخبنا الوطني باذن الله؟ والله احنا ناخدها بس خطوه خطوه كده يعني احنا الحمد لله ربنا سهل السنه دي باذن الحمد لله ان هو اتأيد في الفريق الاول وان هو ثبت وجوده بعد مباراه المحله. طبعا الهدف اللي احرزه في مباراه المحله اداله طبعا ثقه وادى للجهاز الفني الثقه ان هم يقدروا يلعبوه، وهو فعلا لعب في مباراه من مباريات بطوله افريقيا اعتقد لفار اللي هناك وادى ربع ساعه هايله جدا. اعتقد كل الحاجات دي طبعا بتطمن المدير الفني انه يقدر يلعبه في اي وقت. بس طبعا الضغوط اللي موجوده على النادي الاهلي دلوقتي ما بتديش الفرصه للمدير الفني انه يدفع لسه بالوجوه الجديده. لكن انا اعتقد ان شاء الله في خلال السنه الجايه باذن الله لما الدوري مع وجود الدوري والكاس بعتقد الامور هتفرق يعني. تمام هيقدر ان شاء الله بعد مباراه الدوري الطويله دي ان هو يقدر يثبت اقدامه ويقنع المدير الفني بقدراته انه يقدر يعتمد عليه في المباراه الجايه ان شاء الله.
طبعا كابتن مدحت انا مبسوط ان هو موجود معايا يعني بيتكلم معايا انا يعني. كابتن مدحت الكلام ده والله انا بحطه في دماغي وبشكره عليه، والكلام ده كبير عندي وثقته دي كبيره عندي، وان شاء الله ان انا مش هخيب ثقه اي حد يبقى بالمنظر ده فيا يعني. وبعدين كابتن مدحت الكلام يا والله عمر انت تستحق والله يعني، هو مش عشان انت موجود انا الكلام ده بقوله من وراك، انت تستحق ان انت تبقى اساسي في النادي ان شاء الله مع الوقت باذن الله، زي ما بقول الناس هتقتنع بقدراتك، ولما تلعب باذن الله وباهدافك باذن الله هتقنع الناس كلها بامكانياتك، وان شاء الله زي ما انا لسه بقول دلوقتي انت هتبقى ان شاء الله بعون الله المهاجم رقم واحد في النادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله باذن الله كابتن. ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن مدحت طه اسماعيل مدرب عام شباب النادي الاهلي. انا اتكلمت معاك في كل ما يتعلق بالنادي الاهلي، لو انت عندك اي حاجه اي سؤال كان نفسك ان انا اساله لك في النادي الاهلي قول. لا هو بس حته بس الناس في التجديد بتاعي في يوم ماتش القطن الكاميروني قالت ان كابتن يوسف استبعدنا عشان انا كنتش عايز ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي واجدد او الكلام ده كله، وموضوع التجديد غطى على حته ان هو بيقرصوني والكلام ده. لا الكلام ده كان مش موجود، والناس كتبت يعني في الصحافه، وانا ما بقى يعني انا ممكن ما بديش تصريحات كتير، ما بعرفش انا لسه ما عملتش حاجه فما بعرفش ادي تصريحات كتير ان انا على لسان عمرو جمال. لا لسه يعني انا لسه الكلام ده كتير قوي، لسه قدامي كتير قوي ان ادي النادي الاهلي عشان يبقى ليا كلام واعرف ادي تصريحات. فانا ما عملتش حاجه زي كده، انا موجود في النادي الاهلي ونفسي ابقى موجود في النادي الاهلي ونفسي ابقى بلعب بصفه مستمره، بس مش معنى ده ان انا يجي فتره ان انا ما العبش لا ازعل، لا ده الفتره دي اجتهد اكتر واتفائل اكتر. وانا بقول ان انا لما جيت جددت مع كابتن محمود الخطيب ما كانش فيه اي مشكله معايا، وجددت على بياض وقلت للنادي الاهلي اللي يحط النادي الاهلي انا مش ما فيش مشكله فيه، المهم ان انا ابقى موجود داخل النادي الاهلي واشتغل وربنا يكرمني باذن الله فيه. انت لما يعني بتشوف الكابتن محمود الخطيب كده في النادي الاهلي، لما بتشوف نجوم النادي الاهلي يعني ايه الانطباع اللي بيبقى عندك على طول؟ انا الانطباع هو لجنه الكوره داخله بتتكلم معنا، ببقى قاعد مركز في كلامه، بس ببقى مبسوط ان الناس دي بتتكلم، كلامهم بيدوا الواحد ثقه وبيدوا لهم بيدوا الواحد مسؤوليه. قعدت مع الكابتن محمود حتى في التجديد ادتني ثقه كتير يعني، انا فاكر تاني يوم التجديد على طول يعني بعد قعدة الكابتن محمود فبنلعب ماتش ودي فقاعدين الناس فالماتش ودي الشوط الاول كنت بلعب انا وكابتن مات، فطلع الشوط الاول 4-0 انا جايب 3 كنت جايب 3 اجوان. فالوكيل بتاعي بيقول لي الثقه، قلت له انا قاعد مع كابتن محمود الخطيب قعدوني كل مره قعدوني كل مره لا يعني انا قعدت مع كابتن محمود الخطيب دي حاجه تزودني وده شرف ليا وده مسؤوليه كبيره ان انا لازم احط قدام نفسي الفتره الجايه هدف واحط لنفسي خطوط لازم امشي عليها كويس، ولازم اهتم بنفسي الفتره الجايه. ثقه الناس دي لما تتنقل لازم اقول لهم ان انا ادي الثقه دي وادي ان انا ازود الفتره الجايه وادي ان انا احط اسمي في النادي الاهلي وفي بطولات النادي الاهلي في الفتره الجايه، ودي حاجه ان انا ان شاء الله ابص عليها الفتره الجايه بصفه مستمره. انت قدها على فكره وهتوصل، هتبقى حاجه كويسه جدا في كره القدم ان شاء الله، وافتكر اللقاء ده لانه ان شاء الله ده هيحصل. عايز اتكلم معاك عن منتخب مصر بقى والفتره اللي جايه، وناخد رايك بقى في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. بس ناخد زميلنا اسامه امام اللي كان موجود النهارده في المؤتمر الصحفي اللي عقده باب رادلي المدير الفني لمنتخبنا الوطني. اسامه اتفضل. مساء الخير ابراهيم، مساء الخير طبعا على ساده مشاهدي سي بي سي وطبعا على ضيفك الكريم. لكن النهارده يمكن احنا في التدريب طبعا دايم دلوقتي احنا في التدريب الخاص بالمنتخب المصري الخاص طبعا المفتوح للصحفيين جزء منه عشان يقدروا يتابعوا تدريب المنتخب سواء للاعلاميين او للصحفيين. كان مؤتمر صحفي عقده مستر بوب برادلي، اعتقد ان هو مؤتمر تدريبي اكتر منه مؤتمر عن حديث عن المباراه القادمه او عن حتى فرص المباراه القادمه. هو مؤتمر وداع لمستر برادلي للكره المصريه والجماهير المصريه، ويمكن ده اللي كان واضح جدا من كلامه النهارده في المؤتمر. عايز اسالك عن العناصر اللي موجوده في المنتخب اللي انت استشعرته. طبعا بكل تاكيد بيبقى في نظره اللعيبه مركزه في المباراه المقبله، لا في فككان، النتيجه كانت صعبه في مباراه الذهاب وبالتالي يعني الماتش هيبقى تحصيل حاصل، اكيد انت رصدت الحاجات دي يا اسامه. تمام، هو الواضح طبعا
اللي قدامي ان في تركيز شديد، في تركيز شديد من اللاعبين لتعويض النتيجه. لو مش هنتكلم على فرصه ان احنا نوصل كاس العالم، لكن في تركيز ان احنا نعوض النتيجه اللي حصلت، نعوض ان يبقى في مكسب في المباراه. ده واضح من طبعا تدريب اللاعبين، من وجودهم، واضح من اصرارهم على اداء مباراه طيبه. لو هنتكلم عن اللاعبين وتجهيزهم، يمكن الاقي امامي دلوقتي رامي ربيعه بيعمل عمليات التجهيز او ابعاد اللغه بعيد عن التدريب، لكن هو بيعمل عمليات تجهيز واحماء خارج الملعب مع طبعا طبيب المنتخب. مثلا اللي عنده اصابه في الكبده في الركبه، ولكن لما سالنا الجهاز الفني المنتخب قال ان رامي ان شاء الله هيكون موجود مع المنتخب ومتواجد في المباراه. بعيد عن رامي بقيه اللاعبين بيؤدوا التقسيمه دلوقتي امامي في ارض الملعب، وامامي يمكن هم مقسومين فريقين، واعتقد يمكن التشكيل الاقرب هو تشكيل مباراه غانا، مباراه الذهاب، وان كان عمرو زكي هيكون مشارك في هذه المباراه. اللي انا شايفه يمكن في التشكيله الاساسيه، انت عارف بنقدر نستنبط شويه من التمرين اذا كان مين هيبقى اساسي او مين اعتزل، لكن ده واضح قدامي في تدريب المنتخب حتى الان. هل بتشوف انه سيد معوض فرصه في المشاركه في المباراه بشكل اساسي وارده ظاهره قدامك من خلال رؤيتك لتمرين المنتخب ولا لا؟ اكيد يمكن انا هقول لك يمكن التشكيله الاقرب او الواضحه. يلا قول يا اسامه. يلا جمعه محمد نجيب في خط الظهر، انا شايف حازم امام طرف يمين، شايف سيد معوض طرف شمال، شايف نص الملعب حسام غالي، احمد فتحي، حسني عبد ربه، ايضا كهربا، شايف ابو تريكه، شايف محمد صلاح وعمرو زكي. يمكن ده اللي قدامي، ده اللي التشكيله اللي قدامي. في تشكيل طبعا قصاده طبعا بقيه اللاعبين بيرتدوا قمصان الصفراء، ده التشكيل اللي قدامي. اعتقد يعني بنسبة 90% 95% ده التشكيل الاقرب. كهربا يبقى على حساب جده. يعني ده اللي واضح قدامي من الانغطاط، لسه بدري، لسه المباراه يوم الثلاث، لسه قدامنا مثلا. يعني احنا بنتكلم على اللي انت شايفه دلوقتي. اتفضل اتفضل. بالظبط ده اللي واضح قدامي من التمرين دلوقتي، ده اللي واضح من طبعا الخاص بالتقسيم اللي بيقامه مستر برادلي ومستر بيار سيل، واللي يمكن اكتر من مره مستر برادلي قدامي بيوقف التقسيمه وبيشرح للاعبين جمل معينه يقوم بيها على الاطراف تحديدا. يمكن هو شايفه مركز على ناحيه الاطراف وعلى دوران الكره بشكل كبير من الطرف اليمين للطرف الشمال وبالعكس. ده اللي واضح قدامي من تمرين المنتخب حتى الان. في الجانب الاخر طبعا مع الكابتن زكي عبد الفتاح، ثلاثي راس المرمى، شريف اكرامي، محمد صبحي، احمد شلاوي بيستعدوا للمباراه وايضا بيجروا التدريب. طيب هاجي لنا تاني زميلنا اسامه امام عمر، بنشكره شكرا جزيلا. وصلت كده تفاصيل معايا يا اسامه؟ ايوه اتفضل يا اسامه. كمل اتفضل. تمام. يمكن زي ما بقول لك ده اللقطات الخاصه بالتمرين، وزي ما وضحتها طبعا يمكن اللاعب الوحيد اللي خارج التقسيمه او خارج التمرين هو رامي ربيعه، بيعمل عمليات احماء خاصه وعمليات تقدر تقول يعني استعدادات خاصه للاصابه اللي عنده مع الجهاز الطبي للمنتخب المصري. شكرك شكرا جزيلا زميلنا اسامه امام. عايز اخد منك تعقيب سريع علشان خاطر انا وقتي معاك خلاص بينتهي. وطبعا الكره في ماتش غانا كان الكره المصريه كلها حزنت بعد ماتش غانا الاولاني، بس انا شايف ان ده وارد في كره القدم، مفيش حاجه مستحيله في كره القدم. احنا ممكن ما نوصلش كاس عالم، بس ان شاء الله على الاقل مستوى ان احنا في مصر نعمل نتيجه ايجابيه، ونقول للناس كلها ان احنا في الظروف اللي فاتت الكره المصريه اتظلمت كتير، مفيش دوري، مفيش تعداد، مفيش حاجات قويه للمنتخب المصري، مفيش اهتمام زي الاول. فده كله طبعا كان النتائج بتاعته اللي ترتبت على كده ان حصل في كده خلاص. يعني النتيجه النتيجه كبرت، انت خلاص كان الماتش عامل زي لعيب بوكس اتضرب خلاص وخلاص بالظبط كده. بس احنا دلوقتي في مصر ما بنتكلمش على صوت كاس عالم اكتر ما احنا بنتكلم على ماتش يقول للناس ان ده الماتش بتاع غانا ده ماتش استثنائي وظروف حصلت صعبه، وان شاء الله احنا في مصر هنا قادرين ان احنا نطلع بنتيجه كويسه على قد لعيبه الاهلي دي تبقى تستمر فرحتها يعني اللي بعد بطوله افريقيا ان شاء الله. عمرو انا بشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى باذن الله انك يبقى مكانك موجود في كاس العالم للانديه. انتوا بتقولوا لي نتيجه، قولوا لي النتيجه دي تاني. الكاميرون متقدمة على تونس بهدف دون مقابل. التصفيات طبعا حضراتكم عارفين الصعود لكأس العالم، كل التمنيات بالتوفيق للمنتخب التونسي اللي شقيق بإذن الله ويقدر يعادل النتيجة. بشكرك شكرا جزيلا عمرو، وزي ما قلت وهقول لك تاني هتبقى مستقبل النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني بإذن الله في أقرب فرصة. أنا بشكرك جدا، وإن شاء الله كنا على قد الكلام ده بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. خلينا أقول لحضراتكم إنه فترتنا الرياضية انتهت. بعد الفاصل بإذن الله السفير فاروق أغلو
نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، واحد من أصوات المهمة في المعارضة التركية، واللي دايما بينتقد تصريحات رئيس الوزراء المنحازة باستمرار للجماعة المحظورة، جماعة الإخوان المسلمين. هيكون ده في حوار خاص وحصري عبر الأقمار الصناعية بإذن الله بعد الفاصل مع دكتور محمد سعيد محفوظ. انتظرونا ولكن بعد الفاصل.